كما حرص الرئيس السيسي على تكريم زوجات أبطال حرب أكتوبر وقاداتها لدورهن في دعم أزواجهن خلال هذه الفترة. ووجه الرئيس السيسي التحية والشكر لهن تقديرا لدورهن العظيم خلال حرب أكتوبر، كما حرص الرئيس السيسي على التقاط الصور معهن، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 49 لحرب أكتوبر.